بسم الله. دلوقتي هشوف ازاي اعمل تكست. ادي علامة تكست عادي بسيطة جدا، واجي هنا تمام، ليه ان انا اغير ايه ارتفاعات الكتابة، كل حاجة، نوع الخط زي ما انا عايز. يعني ممكن الـ40 دي اخليها مثلا 144، او اكتب عادي وبعد كده اقدر اتحكم فيها. اقول له مثلا عمر، انا عايز اكتب عمر تمام. ادي الكلام اتكتب، ممكن احدد لونه زي ما انا عايز تمام. اقدر اسحب من المقابض دي واختار الاس شكل زي ما انا عايز، مفيش مشكله تمام. عايز اعمله دوبليكيت، هدوس كنترول دي او رايت كليك واقول له دوبليكيت. كده بقى في كلمتين فوق بعض. عندي هنا اداه اسمها ان انا اعمل فليب للحاجه، او ان انا اعملها زي ميرور اهو بالشكل دوت. اسحب الكلمه لتحت بالشكل دوت اهوت تمام. طيب انا عايز الكلام اللي تحت ده يبقى فيه درجه من درجات ال انها بتتلاشى وكل ما بتبعد. فاجي نختار اداه ديت جرادينت وابدا اسحب، اعلم عليها واقول له جرادينت، ابدا اسحب وكل شويه بيتلاشى معايا. واقدر اختار لون التلاشي اللي هنا مثلا، ممكن اختار دوت او بالشكل ده تمام. طيب ممكن اسحب الاتنين دول كده وعايزهم جروب مع بعض من اوبجكت، اقول له اعملهم لي جروب بحيث ان انا يتحركوا مع بعض خطوه واحده تمام. دي طريقه سهله ان انا اعمل كتابه وابدا العب فيها، وزي ما انت شايف الموضوع بسيط. لو دوست مره كمان هيديني ان انا اعمل له روتيت للكلمه مثلا بالشكل دوت، وكده صغر وكبر.